أذكر واحد القصة لواحد الإنسان كان لباس به في العهد الأموي. فسبحان الله هذاك الإنسان كان ماله وحاله، داروا به ناس خدعوه الدولة رزقه، وأصبح يعيش فقرا عجيبا. المرأة نتاعها واش دارت؟ شوف المرأة اللي توقف مع الزوج صح، ربي قال في ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، سكن. المرأة اللي تعيش معها الراحة هي المأوى، هي المستقر الذي يستقر فيه الرجل، تعيش تقف معك في الأزمات في النكبات في الخطوب، هذه المرأة سبحان الله. ما هو شنها اللي تقول حيا مريق، لا المرأة راضية يوم بعد سبحان الله. فتذهب هذه المرأة لما شفت زوجها في هذه الحالة وش تدير المسكينة، ذهبت إلى الخليفة، وقفت على باب الخليفة الأمير، جاء الحارس تاع الباب قالها من أنت؟ قالت له ودي قول للخليفة بأن هذه اختك راهي عند الباب جات تشوفك. ذهب إلى الأمير قال إن أختك بالباب، أختك راهي عند الباب تحوس عليك. قال ما عنديش أختي، أنا ما جبتيش أختي. قال قلها تدخل. قال لما دخلت عليه وقفت أمامه قال من أنت؟ قالت أنا أختك. قال كيفاش أختي؟ قالت أنا أختك من آدم. أنا أختك من آدم، إنما المؤمنون إخوة. فتعجب الأمير قال والله رحم مقطوعة سأكون أنا أول من يصله، هذه رحم مقطوعة أنا الأول اللي غادي أصل. قال مرحبا بك. قال اشكي لي واش راكي باغي. قالت له جئتك شاكية. قالت له إن الفقر مر المذاق، وقفت مع زوجي على باب الطلاق، هل لك شيئا ليوم التلاق؟ فما عندك ينفذ وما عند الله باق. قال أعيدي أعيدي هذا الكلام عودي. قلت له إن الفقر مر المذاق، وقفت مع زوجي على باب الطلاق. زوجي قالها غادي نطلقك ما نخليكش تنغبني معايا، راني قالها راني مغبون وراهي الفقر الحق، نسرحك تروحي لداركم باش ما نغبنكش معايا. قلت إن الفقر مر المذاق، وقفت مع زوجي على باب الطلاق، هل لك شيئا ليوم التلاق؟ فما عندك ينفذ وما عند الله باق. قال الأمير أعيدي. عاودت المرة الثالثة، ثم قال أعيدي في الرابعة، ففي الرابعة قالت حسبك. في الإعادة مذلة، شو ننسى شو ليس للزوج ما في هالدين. برككم اتبعوا في الزواق والله العظيم يا شباب، يتبع في الزواق وبعد يجي ها الشيخ راني مغبون ها شيبتني هاك. يا أخي ابن الساس على تقوى من الله عز وجل، أما نسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به. أسس على التقوى، المرأة ذات الدين التي توقف معاك سبحان الله العظيم. فقالت أيها الأمير لا أعيد من عوج، إن في الإعادة مذلة، وما اعتدت أن أسأل غير الله. لك عمري ما سألت البنادم، قلت أنا وين عندي الله. قلت اليوم جيت لتكون أنت سببا. فقال لها والله ما أردت أن أذلك، ما بغيتش نذلك، وإنما عجبني الكلام نتاعك هذا أثر فيا، فقلت في كل إعادة عوديها أعطيك ألف درهم. قالها فلو عودتيها ألف مرة لأعطيتك عن كل مرة ألف درهم. فقال أيها الخادم، أروح الخادم نتاعه، تعال أعطيها من الإماء عشرة ومن العبيد عشرة، واعطها من الجمال عشرة، واعطها من النوق عشرة، واعطها من المال ما تشاء وفوق ما تشاء. سبحان الله العظيم، شوف سبحان الله، شوف المرأة لما تكون امرأة حكيمة، اعطها من المال ما تشاء وفوق ما تشاء لعله ينفعنا يوم التلاق، فما عندنا ينفذ وما عند الله باق. إذن نستنتج من هذه القصة أحباب رسول الله أن المرأة لابد أن تقف مع زوجها. رسالة لكل المرأة اليوم غابنا زوجها، كاين اللي مسكين عنده مشاكل تاع برا، مشاكل العمل، هم العمل، ويزيد المرأة تنغص له الحياة نتاعه.
فنسأل الله عز وجل أن يلطف بنا. هذه بعض الأسئلة، لكن نظرا لضيق الوقت أحباب رسول الله الدرس ما نجموش لأن الوقت يداهمنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح الأحوال، اللهم اصلح أحوالنا يا رب العالمين. الله يجمع الشمل، الناس، العائلات اللي مشتة، المشاكل اللي في البيوت، الله يطمئن القلوب، والله يجمع الشمل ويوحد الكلمة إن شاء الله. نسأل الله العلي القدير الرحمن الرحيم لكل إنسان مغبون أن يفرج عنه. اللهم ارفع الغبن عن المغبونين والهم عن المهمومين. كل واحد فينا عنده ضيق وعنده هم، الله يفرج. نسأل الله عز وجل في هذه الجمعة المباركة أن يجعلها ساعة إجابة. اللهم فرج همنا وغمنا، اللهم أسعدنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تسعدنا في الحياة وأن تسعدنا عند الممات وبعد الممات يا رب الأرض.